امتى اقول ان الست دي او الكابلز دول عندهم تاخر حمل؟ الراجل والست يكونوا متجوزين وقاعدين مع بعض بطريقه منتظمه من سنه ونص لسنتين وما حصلش انجاب. الهدف بتاعنا في الاخر ان المريضه تروح ببيبي سليم. يعني مثلا لو ست كان عندها هجر برانه رحم قافله الانجوبتين الاثنين وسنها صغير، لا خلاص دي محتاجه تعمل حقن مجاري من الاول. ست عندها 25 سنه ومتجوزه بقى لها سنه والزوج ما عندوش حمل منويه، لا طريقها من الاول طبعا الحقن المجهري. ما بحبش قوي كلمه فشل الحقن المجهري، نفضل عدم التوفيق، لان تكون المريضه عملت اللي عليها وانا عملت اللي عليا وفي الاخر احنا ما توفقناش، خلاص اراده ربنا حاجه ما نقدرش نعمل فيها. يعتقد البعض ان اللي هتعمل حقن مجهري هترزق بتوأم. احتمال حدوث الحمل المتعدد بعد الحقن المجهري بيكون تقريبا 30% من الناس اللي ربنا كرمهم. يعني واحدة من كل ثلاثة تبقى حامل في توأم أو ثلاثة أو أكتر من كده. كل ما الست بتكرر المحاولات كل ما فرص الحمل بتزيد حتى لو ما عندهاش حاجة. لما بنوصل لرابع محاولة نسبة النجاح تبقى تقريبا 70-75%. يعني أغلب الناس اللي بيحاولوا بيكون حصل حمل. عشان كده دايما يعني جزء من وظيفة الطبيب اللي هو بتاع الحقن المجهري إن هو دايما يشجع المريضة إن هي ما تزهقش. شويه معافره ونفس طويل كده غالبا ربنا بيكرم في الاخر. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الناس الحلوه. النهارده يوم خاص لان احنا النهارده بصدد الحوار عن علماء مصريين حقيقيين رواد في مجال الحقن المجهري. مركز تخصص في الحقن المجهري منذ سنوات طويله، هو المركز الرائد للحقن المجهري في منطقه الشرق الاوسط. سنه 1986، ده تاريخ في الحقن المجهري يعتبر تاريخ أولي من زمان. يعتبر كلمة 86 دي في الحقن المجهري يعني أول ما العالم كله كان بدأ يخطو خطوات واضحة في الحقن المجهري. كان هناك عالمان كبار جدا، يعني لما أتكلم عنهم لازم كل الأسرة الطبية، كل المشاهدين، كل الناس في اللي بيتفرجوا علينا لازم ينتبهوا جدا للاسمين اللي هنقولهم دلوقتي. الاستاذ الدكتور محمد ابو الغار والاستاذ الدكتور جمال ابو السرور، دول ميجا ستارز في عالم الطب. ميجا ستارز بالمعنى الحرفي. ودول نقلوا الحقن المجهري في مصر نقله كانت صعبه جدا في الوقت ده. وعملوا شيء كان غريب بالنسبة للوطن العربي، انهم ينقلوا تكنولوجيا وتقدم علمي بل ويبتكروا فيه ابتكار كبير للغاية، لان هم مش مجرد اسماء نقلت تكنولوجيا بس، دول ابتكروها وطوروا فيها واضافوا ليها اجزاء مهمة جدا جدا العالم كله سجلها باسمائهم حتى الان. فدول اسماء اسطورية. احنا بنتكلم النهاردة عن اسماء دكتور جمال ابو السرور والدكتور محمد ابو الغار، دول اسماء اسطوريه في عالم الحقن المجهري وفي عالم التلقيح الصناعي. هذا العالم مر بنقاط صعوبات كبيره جدا، لان احنا بنتكلم على وطن عربي. يعني اولا، هل سؤال هيخطر في بال الكثيرين، هل في سنه 86 90 هل هذا الامر من ناحيه الدينيه مشروع؟ طبعا كان في وقفة عظيمة جدا من مؤسسة عظيمة جدا هي مؤسسة الأزهر في ظهر الحقن المجهري عبر السنين، بأنها قررت من الحقن المجهري واحد من العلوم الطبية اللي ربنا من عليها
من علينا بيها، وانه مشروع بل انه واجب، لانه واحد من اسباب العلم اللي لازم ناخد بيها الاخذ بالاسباب. هرجع اقول تاني انه المركز العظيم اللي اتعمل سنه 86 تطور كبير جدا جدا. احنا بنتكلم على مركز يعمل فيه 120 او اكتر. انا طبعا هعرف دلوقتي العدد وصل كام من اكثر الاسماء نبوغا في عالم الحقل المكياري. النهارده حوارنا هيكون مع اسم كبير من اسماء الحقل المكياري في مصر والوطن العربي، وايضا مع طبعا يعني واحد من البارزين في هذا المجال، وهو بالتاكيد يعني الان هو زي ما بيقولوا مانجر مهم جدا في هذا الكيان الهام جدا. فاسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور أحمد أبو السرور، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والحقل المكياري بكلية الطب جامعة الأزهر، والمدير الطبي للمركز المصري لأطفال الأنابيب، وزميل جامعة مونبلي الفرنسية، وعضو الجمعية الأوروبية لأطفال الأنابيب، وعضو الجمعية الأمريكية لأطفال الأنابيب والحقل المكياري الاسم الكبير. اهلا بيك يا دكتور احمد. دكتور ايمن ازي حضرتك، متشرف جدا بكون معاك النهارده. ده شرف لينا احنا. لا ده احنا اللي متشرف بجد. يعني انا يعني كون ان انا طبعا الدكتور احمد هو نجل الدكتور جمال ابو السرور. دكتور جمال ابو السرور احنا لما كنا بنشوفه يعني بنشوف يعني اقول ايه، واحد من جاد فادر الطب طبعا، ومن الايقونات العظيمه في عالم الطب في الوقت دوت. يعني وما زال يعني ربنا يديله الصحه. من ذوق حضرتك. وهو الدكتور ابو الغار طبعا، يعني احنا متشكرين اولا على قبولكم دعوتنا. لا لا ده احنا بنتشرف. وعايز ابدا الاول بالمركز المصري. احكي لي بقى، يعني انا قلت العدد عندكم 120. دلوقتي تخطينا ال 120. تخطيته. تخطينا التقرير بتاعنا لسه. انا برضه انا قلت اكيد العدد كبير. تخطينا تقريبا دلوقتي 150. ما شاء الله. يعني لما ابتدينا او لما ابتدوا الحقيقه سنه 86، انا كان عندي 10 سنين في الوقت ده. فلما ابتدوا سنه 86 طبعا كان تيم صغير مكون من 5 اشخاص بيعمل حالتين ثلاثه مثلا كل 4 5 شهور. كانوا بيحطوا في الصخر. كان محطوط في الصخره طبعا. لا كان محطوط في الصخره جامد. قدامهم يعني عوائق كتيره، مش من الناحيه العلميه بس، من ناحيه كمان الرفض المجتمعي. السوشيال اكسبتنس يعني. بس طبعا النهارده الدنيا اتطورت، فبقينا مركز كبير الحمد لله. يعني دلوقتي في حوالي 150 حد بيشتغل، وبنعمل حوالي 5000 حاله في السنه. ما شاء الله. الصوره هي يعني صوره مصغره. طبعا دول مش كل المركز اللي احنا شايفينه ده، احنا دول اكيد الهيد ماسترز والدكاتره والاخر، لكن الموضوع اكبر. حط الصوره واحده. ما هنحط 150 شخص ازاي في صوره؟ صعب يعني. بس ما شاء الله. وحستوا على الايزو. حافظنا على الايزو. لا ما انا عارف كل حاجه. ده شيء رائع جدا جدا. ايه يعني التطور بقى اللي حصل من سنه 86؟ لا طبعا حك يعني موضوع اطفال الانابيب نفسه اول ما ابتدى كانت عمليه معقده وصعبه جدا. يعني حضرتك شايف ما كانش فيه الادويه الموجوده دلوقتي، فما كانش فيه كنترول ان حضرتك تقدر تسحب البويضات في الوقت اللي حضرتك عايزه. فانا اذكر كويس قوي زمان لما كنت بسافر مع والدي مثلا اسكندريه او حاجه، يعني ياما كنا اول ما نوصل يقول لك لا معلش احنا لازم نرجع تاني عشان محتاجين نسحب البويضات دلوقتي، وينزلوا يسحبوا البويضات الساعه 2 بالليل و3 بالليل وحاجه كده. لا الموضوع كان معقد فعلا. وسحب البويضات ده يعني النهارده حضرتك عارف اجراء سهل وبسيط ياخد له 10 دقائق. زمان لا كان صعب قوي عن طريق منظار بطن وتخش وفي ريسك عليك وعلى المريض ده. فالدنيا طبعا اختلفت تماما يعني. دلوقتي يعني الامر اختلف ما شاء الله. بس ما شاء الله الرياده ما زالت موجوده. والاداء نفس الاداء بنفس القوه دي. ده شيء معهود عن المركز المصري. لكن خلينا نبدا بالكلاسيك واي. امتى اقول ان الست دي او الكابلز دول عندهم تاخر حمل؟ بص هو في طبعا تعريف علمي لموضوع تاخر الحمل. التعريف العلمي ده ان الراجل والست يكونوا متجوزين وقاعدين مع بعض بطريقه منتظمه من سنه ونص لسنتين وما حصلش انجاب. بس طبعا دي برضو بنحط لها شويه اكسبشنز. يعني الست اللي هي مثلا عندها 40 سنه لا ما نقدرش نسيبها سنتين ونقول تاخر انجاب، لان عبال ما نبتدي نفكر ونشتغل هيكون السن تقدم بيها ما نقدرش نعمل لها حاجه. الست اللي هي مثلا جوزها بيسافر ما نقدرش نقول لا ان ده تاخر حمل عشان ما فيش سبب، لا هو في سبب ان زوج بيسافر. الست اللي عملت عمليات قبل كده فتحت بطنها وعندها اورام ليفيه او عندها هجره برانه الترحم او اي حاجه من الحاجات دي، كل دول ما نقولش عليهم التعريف اللي احنا قلناه. بس طبعا الغالبيه العظمى بالناس اللي هو اتاخروا بعد سنه ونص وسنتين من العلاقه الزوجيه المنتظمه.
بنبتدي نتدخل طبيا بحيث نشوف ايه السبب لكده. امتى نقرر ان احنا نعمل حقن مجهري؟ في اسباب كتير للحقن المجهري، طبعا في اسباب خاصه بالزوج واسباب خاصه بالزوجه واسباب خاصه بيهم هما الاثنين. الحاجه الاولانيه بالنسبه للزوج اهم حاجه هو تحليل السائل المنوي. الرجاله عندها سائل المنوي ضعيف او قليل او ما فيش حيوانات منويه خالص، خلاص من الاول سكتهم معروفه ان هي طريقها الحقن المجهري. بالنسبه للزوجه لا، في اسباب كتير، اولها واشهرها اللي هو الالتصاقات الموجوده على الانابيب، ودي بتنتج اساسا تكون الست عندها مثلا فتحت بطنها قبل كده، عملت ورم ليفي، ازالت اكياس على المبيض، عندها هجر برانه رحم، حاجات كلها ادت لوجود التصاقات على الانابيب، او في مشاكل في التبويض زي مشاكل في الغده النخاميه او تكيسات المبايض، والحاجات اللي هي ما استجابتش للنوع الاخر من العلاج، لان ما بيكونش ابدا الاطفال الانابيب هو اول لاين للتريتمنت، لا هو في خطوط تانية اطفال الانابيب ده بنحتاج له في الاخر لما نحتاج نوصل للخطوه دي. وبيبقى في جزء 20% من الناس تقريبا هم الاثنين كويسين ما فيهمش حاجه، يعني واحده من كل خمسه عندهم عقم، الراجل والست ما فيهمش اي سبب بس بيحتاجوا حقن مجهري لان مجرد ما حصلش حمل، وطبعا نسبه مش قليله 20% منهم يعني اللي هو الحمل التاخر الانجاب غير مفسر، غير معروف السبب، غير معروف السبب لو انكسبلين انفيرتيليتي بيقولوا عليه. القصه المثيره دي. لكن الحقن المجهري ايه هو نفسه؟ لما الناس كتير على فكره لغايه دلوقتي بتتلخبط ما بين الحقن المجهري مثلا واطفال الانابيب. لا، الحقن المجهري هو تطور اطفال الانابيب يا دكتور ايمن. يعني الحقن المجهري ده باختصار ان احنا ندي المريض ادويه قويه تنشط التبويض لحد البويضات لما تكبر بنسحبها بره، فنفس اليوم ده بناخد الحيوانات المنويه بتاعت الزوج عشان نحقنها في البويضات دي ونعمل اجنه وبعد كده نزرعها. لما بنعمل الموضوع ده نسبه نجاحه بترتبط بسن المريض. لو احنا سيبنا الحيوان المنوي يخترق البويضات لوحده يبقى ده اسمه اطفال انابيب، يعني احنا ما حقناش الحيوان المنوي جوه البويضه، وده اللي كان بيحصل زمان لحد سنه 90 او 91. من سنه 92 حصل بريك ثرو، حصل ثوره كبيره قوي ان احنا بقينا ناخد الحيوان المنوي ونحقنه جوه البويضه فيبقى اسمه حقن مجهري. فالتعريف السليم للموضوع هو اطفال الانابيب مع خطوه الحقن المجهري، دي خطوه زياده ودي كانت خطوه مهمه جدا من الحقيقه، فادت ناس كتير قوي في الموضوع ده. اذا الحقن المجهري هو اسلوب يقرره الدكتور، قد يقرر انه يعمل اطفال انابيب او قد يقرر انه يعمل حقن مجهري، مش شرط يعني. بالظبط كده، بس احنا غالبيا دلوقتي من اغلب الناس بنعمل لهم الحقن المجهري يعني. بس لا، لسه في ناس ليها ممكن نعمل اطفال انابيب طبعا. ناس كتير عندها اعتقاد ان الست لما سنها يتقدم شويه يكبر يعني سن نعمل لها حقن مجهري، لكن لو هي سنها صغير وحد قال لها تتعمل حقن مجهري لا اكيد ده اتلخبط، اكيد انت لسه في العشرينات. هل في سن معين للحقن المجهري؟ في سن طبعا، هو حسب الحاله فيها ايه بالظبط. يعني مثلا لو ست كان عندها هجر برانه رحم قافله الانجوبتين الاثنين وسنها صغير لا خلاص دي محتاجه تعمل حقن مجهري من الاول. ست عندها 25 سنه ومتجوزه بقى لها سنه والزوج ما عندوش حيوانات منويه لا طريقها من الاول طبعا الحقن المجهري. بينما طبعا حضرتك قلت برضو حاجه مهمه جدا ان مفيش داعي نستعجل على الناس، يعني ما يبقاش بالعكس ست عندها 25 سنه متجوزه بقى لها سنه مثلا او سنه ونص وزوج سليم ما فيهوش حاجه ونروح للدكتور نعمل حقن مجهري لا طبعا ده يعني عارف هيبقى يعني سوء استعمال للتكنولوجيا. لا بجد سوء استعمال للتكنولوجيا، ان في الاخر حضرتك عارف لو نسبه نجاحه 100% هوافق لا، بس طبعا الحقن المجهري ده فيه عبء نفسي وعبء مادي وليه كونسيكونسز، يعني ممكن الست تتطلق من جوزها في حاجه زي دي طبعا، وال مش عارف اقول ازاي، العبء النفسي والمادي بيكون صعب عليها، واحساس الفشل بعد الحقن المجهري وحش قوي. فطبعا هو حاجه مفيده وتكنيك مفيد بس للي محتاج ده، مش عمال على بطال كده لاي حد يعني. على فكره موضوع ان يحصل انفصال بين الزوجين بعد مثلا فشل الحقن المجهري مش موجود في مصر بس، موجود في العالم كله. موجود في العالم كله وموجود بعد الاجهاض على فكره. بيحصل حاله نفسيه معينه سايكولوجيكال بيحصل كسره نفسيه معينه في رابط بين الزوج والزوجه، ودي حاجه موجوده في كل الكتب الطبيه. لكن كلمه عامل نجاح، عوامل نجاح الحقن المجهري دي كلمه تبدو ادبيه اكثر منها علميه عند كثير من الناس، لكن احنا عايزين نقربها للعلم. ايه هي عوامل النجاح؟ عوامل نجاح الحقن المجهري كتيره، لان الحقن المجهري عباره عن خطوات صغيره كتير بنحطها فوق بعض عشان نعمل في الاخر حاجه كبيره اللي هو البيبي، اللي طبعا اكبر نعمه ربنا بيديها لنا. نعم، ف الحقن المجهري هو فيه مش دكتور النساء لوحده، لا دكتور النساء ومعاه دكتور الذكوره ومعاه دكاتره المعمل، فهو اكزامبل كبير للتيم ورك. اول حاجه طبعا واهم حاجه هو التقييم السليم للحاله. يعني انا عارف دي انا بشبهها بطياره، انا مثلا هسوق الطياره، قبل ما اسوق الطياره لازم اتاكد العجل بتاعي كويس، تانك البنزين بتاعي تمام،
الاكسجين في الطياره كويس قبل ما اطير، ما تجيش الطياره تقع بعد كده اقول لا اصل انا ما كنتش واخد بالي الاكسجين بتاعي مش كويس. لا، لازم الاول ان انا اقيم حاجتي مظبوط واتاكد ان انا اقدر اطير بالعيانه دي بحيث نوصل للهدف بتاعنا احنا الاثنين. فاهم حاجه والحاجه اللي بنحط عليها ستريس دايما التقييم السليم للحاله. يعني ما ينفعش نمشي المشوار ده كله وندفع التكاليف دي كلها وبعد كده اجي اقول للعيانه لا سوري معلش احنا الموضوع فشل فنشوف اسباب الفشل ايه. لا، احنا قبل ما نمشي المشوار احنا ناخد كل عوامل النجاح، ولو حصل فشل يبقى في الاخر اسمه عدم توفيق مش فشل. عشان كده ما بحبش قوي كلمه فشل حقن مجهري، انا افضل عدم التوفيق لان تكون المريضه عملت اللي عليها وانا عملت اللي عليا وفي الاخر احنا ما توفقناش، خلاص اراده ربنا حاجه ما نقدرش نعمل فيها. فالعوامل كتيره، اولها طبعا الزوج، يعني لازم تقييم سليم للزوج، لازم تقييم سليم للحالات المنويه بتاعته، تقييم سليم للخصيه بتاعته، هل هو محتاج يعمل عينه من الخصيه ولا مش محتاج يعمل عينه من الخصيه، هل هو محتاج يعمل تحليل دي ان اي فرجمنتيشن ولا مش محتاج، وبرده مش عمال على بطال كده للناس اللي محتاجينه. مهم جدا 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 التقييم السليم للمريضه، سنها اخباره ايه، هل هي تنفع اساسا الحقن المجهري ولا ما تنفعش، هل الرحم بتاعها يستحمل ان احنا نحط فيه اجنه ولا ما يستحملش، هل في اورام ليفيه، هل في حواجز، هل في اي زوايد موجوده. وبعد كده مهم قوي التبويب بتاعها، هناخد لها اني بروتوكول وهندي اني علاج. بعد الحاجات دي كلها المتابعه الدقيقه، يعني ما ينفعش ان انا ادي مثلا او يكون عندي مريض حقن مجهري بشوفها مره ولا مرتين كل اسبوعين، لا انا المريضه بتاعتي دي اشوفها يوم بعد يوم، انا هسوق الميبيت بتاعها سواقه مظبوط ان انا اوصل بيه في الاخر اللي انا عايزه، عدد كويس من البويضات اقدر اشتغل عليه ينتج عنه عدد اجنه كويس. وصلنا لسحب البويضات، جاي نسحب البويضات لازم طبعا اللي بيسحب البويضات ده يكون اكسبرت، يعني هيك عارف اللي عمل حاله غير اللي عمل 10 غير اللي عمل 50 غير اللي عمل 100. يعني لازم الناس تشتغل الحاجات دي تكون اكسبرت في الحاجات دي، عندهم خبره كبيره، عندهم خبره كبيره. زي ما كانت النهارده الطب تشعب، يعني ما فيش حد بيعرف يعمل كل حاجه، ما ينفعش الواحد يبقى دكتور نساء وبيولد وبيعمل حقن مجهري وبيعمل مناظير وبيعمل طب جنين، فلازم تكون متخصص. طبعا انا بجد طبعا من كتر ما الطب تشعب لا لازم واحد متخصص في اللي هو بيعمله، تمام، فلازم يكون اخذ تعليم مظبوط واخذ اكسبيرينس كفايه. لازم نسحب البويضات بطريقه مظبوطه، ولازم دكتور المعمل اللي معانا يأنتيفاي كويس ويحن البويضات بطريقه كويس، ودكتور يكون معاه معمل ذكوره كويس يختاروا الحالات المنويه كويسه. وبعد كده ننقل الاجنه، لازم ننقل الاجنه ده برضه يكون حد اكسبرت، حد عنده خبره في الموضوع ده. فهي كلها عوامل صغيره على عوامل صغيره على عوامل صغيره، اي نقطه فيهم هتبوظ المنظومه كلها. فطبعا لازم ده كله يتعمل، يعني كل واحد بيعرف يعمل حاجه معينه اكسبرت فيها هو نفسه اللي يعملها. طبعا انا معاك، عارف مش حاجه كده هناخدها كلها على بعض، هعمل انا المعمل وهعمل الذكوره واقابل المريضه واسيبها في النص واروح اولد حاله وارجع لها تاني. لا، هي لازم الواحد ياخد المنظومه كلها ويكون مركز فيها عشان يقدر يوصل فيها لنتائج كويسه. يعني فكره الشخص بتاع كل حاجه ده كان موجود زمان، بس حضرتك عارف متعشعب والعلم، لا طبعا الموضوع ده انتهى خلاص. يعني السب سبيشاليتي هو ده طبعا. يعني ايه اكتر الاخطاء شيوعا اللي بتشوفها دلوقتي؟ انت قلت اجزاء منها، لكن ايه اكتر الاخطاء شيوعا في عالم الحقن المجهري الان في الممارسات؟ لا، هو في اخطاء كتيره الحقيقه. يعني حكى عرفت موضوع حساس، بس هو فعلا في اخطاء كتيره قوي وحاجات اوحشها اللي احنا بنشوفها النهارده، ان الحقن المجهري تحول لحاجه تجاريه اكتر منها حاجه علميه. يعني النهارده حكى عارف بتيجي المريضه تطلب منها كم من الفحوصات والتحاليل والحاجات اللي هي ملهاش لازمه، لا ليها اول ليها ولا اخر. وطبعا يعني للاسف ان في ناس مش عايزه يعني بتسترزق من الكلام ده، ان هي حكى عارف هطلب لك تحليل كذا وكذا 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 كذا وكذا وكذا بفلوس، بفلوس كتير. فالحاجه اللي هي ممكن تكلف مثلا 100 جنيه، لا الحاجه في الاخر هتكلف لها 2000 3000 جنيه. في الاخر لا المريض هيستفيد منها وهتكون دفعت لوراها اللي قدامها، عمال ما تحاول تبتدي تاني بيكون صعب عليها. يعني الفلوس قعدت تجمعها في سنه وسنتين كلها راحت بكلام فاضي كله، تمام. فطبعا احد اشهر الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش او ما بنحبش نشوفها الفحوصات اللي ملهاش لازمه. يعني كتير قوي حد يعمل للعيانه فحوصات ويكتب لها على ادويه ويكتب لها على هرمونات ويكتب لها على مناظير وحاجات كلها هي مش محتاجاها، وبعد كده يعني حضرتك عارف محتاجاها ومش محتاجاها. مش انا احمد اللي بقول، لا ده في دوريات علميه وفي مؤتمرات بنروحها وفي ايفيدنس بيس ميديسن اللي هو الطب مبني على الدليل وجايد لاينز وكلها حاجات اثبتت طبعا ان هي ملهاش اي فايده خالص. يعني المريضه مش هنوبها يروح ترمي فلوس في الارض. مشكله ان احنا نعمل حاجه الفشل فيها عالي، فسهل قوي الواحد يقنع المريضه باللي هو بيقوله، بس طبعا في الاخر الواحد بقى يعني الضمير الطبي بينك وبين نفسك، بالذات احنا في بلد زي مصر ما حدش بيحاسبنا. يعني هيك عارف في حاجات كريمنال، يعني في حاجات لو اتعملت بره
يعني حضرتك تجرب لا يعني تجرب يعني تروح فيها السجن يعني لما يطلب من لما يتعمل اجراءات معينه لبعض الستات بدون ما تكون ده من جزء من الجايد لاينز بره يجرب يجرب تروح فيها سجن يعني حد يتعمل له مثلا منظار بطن من غير ما يكون في داعي منظار بالظبط كده لا هيجيبوك يقول لك انت عملت ليه منظار بطن هنا الجندي المجهول ولا الجندي المعلوم ولا الجزء اللي مش متشاف وهو مهم جدا هو مش متشاف لان ما فيش حد بيدخله انتوا بس اللي بتدخلوا يعني المعمل المعمل ده كلمه مهمه جدا في الحقن الانجابي بس هو مش جندي مجهول بتالي دلوقتي بص هو جندي مجهول بالنسبه للمريض اللي هي ما بتشوفوش بالظبط هي بتتعامل بس مع الدكتور تمام بس طبعا بالنسبه لنا هو ده يعني الباك بون بتاعتنا ده الحاجه اللي بنسند عليها يعني الدكتور نسى كويس من غير المعمل كويس بالنسبه للحقن المجهري لا يساوي اي شيء انا مهما عملت لوحدي كدكتور نسى لو المعمل بتاعي مش قوي وما بيساعدنيش كاني ما عملتش اي حاجه خالص اللي احنا شايفينه ده حاجه مهمه جدا جوه المعمل ده اللي هو الانفيرتد مايكروسكوب ده الحاجه الجهاز اللي بيحقنوا بيه البويضات في الحالات المنويه ده جزء في المعمل مهم جدا طبعا جزء في المعمل مهم جدا والحقيقه برضو زي ما بقول لحضرتك اجزاء المعمل كلها مهمه يعني انا عارف هو بص ده كده سامبل صغيره بس كل حاجه في المعمل مهمه وكل تفصيله مهمه والناس اللي بتشتغل مهمه وادائهم في المعمل مهم والديسيبلين بتاعهم جوه المعمل مهم يعني ما ينفعش الواحد مثلا يخش المعمل ماسك موبايل مثلا ما ينفعش حد يخش المعمل مثلا وهو حاطط بارفان مثلا ده ممكن يؤذي الاجنه فكل تفصيله هم بيعملوها مهمه ما ينفعش اطلع اشرب سيجاره بره مثلا وبعد كده اخش تاني المعمل من غير ما اغير هدومي او اخش حتى بريحتي يعني كل ده بيؤذي الاجنه فعلا وفي الاخر بيأثر فرص النجاح يعني انا اعرف ان انتوا كمان الدهانات ليها دهانات مخصوصه والدهانات والفلترز بتاعه الهواء والسيركيليشن بتاعه الهواء اللي دوره تنقيه الهواء بالظبط كده فهي تفاصيل كتيره قوي والحقيقه كلها مهمه واي غلط في اي تفصيله منهم لا ممكن يأذي وضعك هي زي الطياره بالظبط لو في اي حاجه بايظه في الطياره انا مش هطير بيها الخطوات الاساسيه في الحقن المجهري الناس بتبقى عارفاها الناس فاهمه الخطوات هو الخطوات الاساسيه بتبتدي الاول بتقييم الحاله تمام هل هي اصلا محتاجه حقن مجهري ولا مش محتاجه حقن مجهري وهل ينفع لها الحقن المجهري ولا ينفعش الحقن المجهري وبعد كده بتقييم الحاله نبتدي نكتب البروتوكول المظبوط والادويه المظبوطه يعني حاجه عارف زي ما بيقولوا هي مش وان سوت فور اول هي مش بدله كل الناس هتلبسها لا في ست بتحتاج جرعه معالجه كبيره لا جرعه صغيره لا محتاجه الدواء الفلاني لا محتاجه الدواء العلاني فايا كان نبتدي التنشيط بتاعنا بعد ما نبتدي التنشيط مش كل عينه هتستجيب بالطريقه احنا عايزينها عشان لازم تبقى عيننا عليها طول الوقت لازم نشوفها على الاقل يوم بعد يوم عشان نتاكد ان المبيض بتاعنا ماشي في طريقه المظبوط وانس ان احنا خلصنا الحاجات دي كلها بنسحب البويضات وبعديها بنديها للمعمل يحقنها من الحاجات المنويه ويختار لنا الاجنه المظبوطه اللي احنا بنزرعها بعد كده في الرحم على امل ان ربنا يكرمنا بطفل جميل انت نورتنا وشرفتنا وسعيد جدا بهذه الزياره العظيمه والحقيقه يعني اولا طبعا سلامي للدكتور جمال ربنا يخلي حضرتك وسلام اكيد لكل الاسره الطبيه لهذا الرجل العظيم الدكتور محمد ابو الغار الرجل العظيم الناس دول الحقيقه يعني نقدر نقول ان هم حملوا على عاتقهم الحقن المجهري ورفعوا مستوى يعني هذا البرانش وهذه الأكاديمية العظيمة جدا جوه مصر وكده احنا بقينا بسببهم وبسبب الأجيال اللي تلتهم زي حضرتك وكل الزملاء بقينا رواد الحقن المجهري في المنطقة منطقة الشرق الأوسط منطقة العربية بلا منافس ولا منازع فنورت وشرفت وشرفت بالجميع اتشرفت بحضرتك جدا ويعني اتمنى اشوف حضرتك تاني ان شاء الله ان شاء الله ده شرف لي ده شرف لي يعني ميرسي ربنا يخلي حضرتك ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور استاذ مساعد امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكليه الطب جامعه الازهر وصاحب وطبعا المدير الطبي للمركز المصري للاطفال انابيب والحقن المجهري وزميل جامعه مونبلي الفرنسيه وعضو الجمعيه الاوروبيه للاطفال انابيب والجمعيه الامريكيه كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقتنا على الإطلاق التي حدثنا فيها عن الحقن المجهري وتحدثنا فيها أيضا عن واحدة من أساطير الطبية الموجودة في مصر المركز المصري بقيادة 2 من الكبار في مصر والعالم العربي طبعا أستاذ زدنا الأستاذ دكتور جمال أبو السرور والأستاذ دكتور محمد أبو الغار كل التحية للرواد المصريين في العالم العربي الرواد المصريين اللي رفعوا اسم مصر في مجال الطب في العالم العربي دول اكيد هم وكل الرواد المصريين دكتور مجدي يعقوب
والدكتور احمد زويل في كل الفروع الطبيه والعلميه بلا شك هم دول النجوم الحقيقيين. خليكم دايما معنا في الحلقه.